اليوم سوف يتم إحضار 15 معتقل من مناطق الضفة الغربية اللي تم اعتقالهم مسجد الأقصى الأسبوع الماضي. بداية الأمر بما أنهم مواطنين ضفة غربية تم تحويلهم لمحاكم عسكرية في عوفر، ولكن مع إصرار النيابة والشرطة الإسرائيلية تقديم تهم تتعلق في التواجد بالأقصى والمشاركة حسب ادعائهم حسب الرواية بمواجهات واعتداء على أفراد الشرطة، قاموا بتحويلهم لمحكمة الصلح. اليوم سوف يتم تقديم لوائح اتهام بحق 15 معتقل، والمتوقع كما يعني عمليا في ملفات انتهت في الأسبوع الماضي الإفراج عنهم بضمانات وكفالات مادية. متوقع أن يكون حال المعتقلين 15 مثل حال المعتقلين السابقين، متوقع الإفراج عنهم خلال هذا اليوم.